شكرا. هو اليوم فرصة أخرى نحضر فيها لجسر تضامن، جسر أخوة وتعاون من الصين إلى تونس. اليوم نحضر معها استلام كمية هائلة من التلقيح، 1,500,000 جرعة تلقيح من الصين الشقيقة والصديقة، اللي نشكرها قيادة وشعبا على المد التضامني اللي نادى به السيد رئيس قيس سعيد، واللي كان له الأثر الطيب على الشعب التونسي. تعرفوا اللي اليوم إذا كان خلطنا بعد الموجة هذه اللي الحمد لله نقولوا مرت بسلاسة وبسلام في الفترة الأخيرة، خلطنا إلى 6,300,000 تونسي استكملوا تلقيح، إلى أكثر من 1,100,000 تونسي عملوا الجرعة الثالثة. هذا الكل بفضل الله وبفضل ما تم القيام به منذ الأشهر، معتها أوت وسبتمبر أكتوبر، معتها سبقنا التلقيح باش المواطن التونسي يكون محمي ومؤتمن على حياته. والحمد لله وفقنا في هذايا بفضل الله، نعاودها، وفضل المد التضامني لأصدقاء تونس من الجرعات التلقيح، من المستلزمات الطبية اللي جات، من النظرة الاستشرافية اللي خذتها القيادة في تونس، باش نكون اليوم الحمد لله نقولوا معتها مرت الموجة الأخيرة بسلام. شكرا للصين على اللي عملته الكل. سعادة السفير نشكروك، نشكروا الصين قيادة وشعبا على المد التضامني، المد الإنساني اللي ما هوش جديد على الصين، اللي عاونتنا في اجتياز ومكافحة الأزمة هذه والجائحة هذه. ربي يحمي تونس، يحمي الصين، ويحمي جميع بقاع العالم. Je suis très content aujourd'hui de participer à cette cérémonie de l'arrivée du don du gouvernement chinois, à savoir 1,500,000 doses de vaccin Sinovac pour le gouvernement tunisien, au nom du gouvernement chinois. Je pense que grâce à cette coopération entre la Tunisie et la Chine, on va réussir à vaincre cette épidémie. Et j'espère que grâce à des dons du gouvernement chinois et les autorités tunisiennes et tunisiennes vont bien en profiter pour renforcer sa capacité de lutte contre la pandémie. Je suis convaincu que nous allons continuer à rester à côté de nos amis tunisiens pour accompagner le développement dans tous les secteurs, en particulier dans le secteur de santé publique pour nos amis tunisiens. Merci.